السنة عند التثاوب، عندما يعني كأنه عند لديه نعاس يريد النوم، يا لا يفتح فمه للآخر، يغلق فمه ويستعمل اليد في إغلاق الفم، يدرأ ما استطاع. نعم. مسلمين يجل جميع هنا السنة يتعلمين أن حبهم لازفكهم حبهم يولدهم 크게 입을 벌린다든지 소리를 지른다든지 하면 안 되고 하품이 나오는 건 어쩔 수 없으니까 하품이 나올 때 손을 가리고 손을 가리고 نعم يحرص يغلق فمه او يضع يده على فيه نعم